ليه شلتي الصورة من الألبوم؟ شو اللي سويتي بنفسك يا فاطمة؟ تهجين عقب هالسنين الطويلة سارة بتعرفك؟ لا ما ظنتي، الفرق كبير بين أمس واليوم. راحت أيام العز والدلاء، غابت بغيابك يا عبد العزيز، وعيالي ضاعوا، رنا طواه الموت وتلحفت بترام يمك، وسعود الله أعلم وين أراضي، وهو يمك ولا تايه بهالدنيا مثل أمه، ولا يتمتع بخيرك وحلالك. خير؟ صار لك مدة ما شفناك، من طلعت من هني ما ندري عنك، ما تيني إلا كل آخر شهر مع الإيجارات. طال عمرك أنت طلبتي مني شيء وأنا تأخرت عليك فيه. من سالفة الهوشة مع فهد واختفيت ليكون زعلان. وأنا أقدر أزعل منك عمتي؟ خلينا في المهم، شبو سكان العمارة؟ تكرمين الحمامات مسدودة والمجاري طافحة والطوف تخر ماي، يعني باختصار بايبات العمارة كلها يبي لها تصليح. وهذه كم يبي لها؟ أيام ولا فلوس؟ الاثنين. عمتي بتكلفك وايد. أنا عندي رأي، إيش رأيك لما ناخذ الإيجارات نحطها حق التصليح؟ كل الإيجارات؟ أنت من صدقك؟ أكيد من تحاسب عمتي. روح شوف لك صحية وشوف كم التكلفة. أنا بغيت أجيب لك أرخص بس الظاهر أنت ما تثقين باللي يخدمونك. خلاص أشوف لك مقاول وهو يحط لك التكلفة. تأمريني بشيء ثاني؟ ما تبي تتغدى معانا؟ ماني مشتاق وايد حق ويريته والسايق. عموما اذا احتجتي شيء اتصلي فيني، انا بخدمتك. سبب ان توقف حياه الانسان. صح كلامك، وعلشان نثبت لامي هالكلام انا قررت اكمل دراستي، ومنصور بعد بيكمل دراستي. حلو، بس شلون؟ انا اقول لك شلون. في فرع للدراسات الحره في الجامعه، ومنصور قدم فيه لدراسه الكمبيوتر والجرافيك، وانا بعد قدمت شهاده طبيه للكليه شرحت فيها حالتي وسبب غيابي. وقبلوا؟ اسماء اللي حطت شيء براسها تسوي. ولازم نثبت لامي ان الاعاقه والمرض عمرها ما تمنع الانسان من ممارسه حياته، بس ايه اللي صاكي علينا؟ وامه جدرت باللي بتسوونه؟ مو ضروري تدري يا طلال. ايش فيك؟ طلال ايش رايك تكمل معانا دراستك؟ على الاقل تصير بدراسات الحره مع منصور. وتساعدني اذا خقيت او طحت. ان شاء الله ما تحتاج مساعده من احد. واوعدك اول ما نجتاز الدراسه بنجاح نفتح سنتر الجرافيك والديزاين، اشتغل انا معاك وتترك عنك خرابيط امي عاد. افكر. لا طول بالتفكير، ترى الاسبوع الجاي اخر موعد التسجيل واحنا ماخذين الامور جد. طلال وافق. إذا هالشيء بيسعدك أكيد أوافق. ويسعدني أنا بعد أكثر. خلاص إذا كذي حكرتوني يبقى أنا موافق. يلا باي. باي. أنت أعطيته أمل. الإنسان يا أسماء ما أقدر أعيش من غير أمل. لا تعتقدين أن الإعاقة سببت لي عقدة أو خلتني ما أحس بالناس، بالعكس. طلال من يوم إحنا صغار هو ويانا. بس أمي سواء رضت أو ما رضت طلال أنا أحبه، وادري ان عنده امكانيات لكن قلت الفلوس خلته عاجز ما اقدر اطلع اللي يبي. تدري امي اذا دارت اللي براسك بتقلب الدنيا علينا. هي معوده لكل حادث حديث، خلينا نبدا الخطوه الاولى وبعدين يصير خير. خلني داخل لان ريولي خلاص شبت علي. تفضل. عمي في مره برا تقول ان عندها قضيه غريبه وتبي مكتبنا يتولى قضيتها. من كثر بلاوي الدنيا ما عاد في قضايا غريبة وقضايا عادية، الآن كل القضايا صارت مهمة إذا نظرنا لها نظرة حق. هلا أمي هي جايبة هالأوراق تقول إن ريلها قبل لا يتوفى عطاية. بشو؟
اوراق ملكيه. وليش تبي؟ تقول ان ولد ريلها بيطردها من البيت وبيحرمها من حقها الشرعي، وهي متمسكه بحقها الشرعي وبالبيت. الظاهر ان زوجها غني وايد وهي حقها الشرعي هم وايد بعد، وعلشان كذي متمسكه بكل شيء. خلها تدخل. اقول قول حق ساره اليوم غداي عندكم. يه هذه الساعه المباركه يا عمي. تفضلي. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا، تفضلي. انت سلمى؟ اي نعم. سلمى عبد المجيد هلال. اي سلمى عبد المجيد هلال؟ الاسم هذا مو غريب علي. تفضل اشتريها، تفضل. ان شاء الله ان شاء الله. زين قولي لأم سعود الله الله بالغدا زين. ان شاء الله. لا لا ما متأخر. ان شاء الله حبيبتي. مع السلامة. طيب هو من أكبر المحامين في ديرة، ليش ما تولى قضيتك؟ أبوي تعرض لحادث سيارة وكانت الإصابة بالعمود الفقري مع شلل المؤقت في مراكز المخ، لأن كانت الإصابة وايد كبيرة بالدماغ، وفي الفترة الحالية ساءت حالته الصحية وايد، ونقلناه للعناية المركزة في المستشفى، وهو الحين تحت الأجهزة باستمرار لأنه أصيب بجلطة. من متى هالكلام؟ تقريبا من 5 سنوات. الله، صدق كما تدين وتدان. أستاذ في شيء؟ لا سلامتك يا بنيتي، بس كانت في قضية به وهو كسب القضية هذه، بس كنت أتمنى أنه يحكم ضميره، لكن مع الأسف. ولما سألت عنه قالوا سافر برا الديرة. الظاهر أنها كانت قضية كبيرة لأنها مأثرة فيك للحين. وهو اللي فاز، مع أنه كان يدرك بأن المتهمة بريئة. كان من أبرع المحامين في الانقضاض على خصمه وتثبيت التهمة كاملة على المتهم حتى لو كان بريء. وهذا بيأثر على أنك تقبل قضيتي؟ أبداً يا بنتي، أنا محامي أدافع عن الناس وأخذ لهم حقوقهم. ممكن تتركيني يومين أدرس الأوراق اللي قدمتيها لنا؟ إن شاء الله. حاضر. شكراً، سلمي لي على الوالد. لما تيلى لحظة وعي. عبد المجيد هلال المحامي، هذا أول خيط يطيح بيدي عقب 16 سنة، وهو اللي بيوصلني لباقي الخيوط. الله، من زمان وأنا أنتظر اللحظة هذه علشان أرجع الحق لهلا. أوه يسلم قلبه حبيبي. خلي عنك خلي عنك، أنا أمه. لا يا خالتي خلي، أنا أمه. روحي انتي زهبي الغداء علشان ابوي بيتغدى عندنا. الاستاذ فاضل؟ اي ان شاء الله. الحين اروح ازهب السفره. ايش سالفتها هالمره؟ يا راجل يا راجل، تقول لها تصليح سباك؟ هو انت حتبني العماره من جديد؟ وانت مفكر تصليح السباكه وصيانتها شيء سهل؟ ده كمان البيبات اللي عندكم كلها مصديه، حنغيرها لكم ونركب لكم بيبات جديده. عموما الراجل مسؤول قدامك، ها قول له على كل الحاجات اللي انت عايزها. خير، شو الموضوع؟ شوف المبلغ اللي طالبه كبير قوي. احنا شكو نعطيه حق امه صور، وهي كيفها. عطنا الورقه يابا، عطنا الورقه. فيها كل طلبات التكلفه. تفضل. اوكي، باكر رد لك. مع السلامه. مع السلامة. من أمه أنا عارف، أم منصور ما راح ترضى. بقول لك إيه، قول لها نجيب الواد سيد السباك. الواد بيشتغل مع نفسه، لا عنده مكتب ولا كلام فارغ من ده، وحتدفعه لنص المجاولة اللي كان عايزها المجاول ده. إحنا شكو نعطيه حق أم منصور، وهي كيفها. إحنا بدفع شيء من جيب. بقول لك إيه، أمانة والسلام أمانة،
تسلم لي على ام مسعود. يا عبد العال مره تشتغل عند ناس طيبين، يعني اروح اطق الباب واقول لها خالتي فاطمه عبد العال يسلم عليك. ايش فيك انت؟ ايش موضوعك؟ لا يكون عاشق وانت بتكمل نص دينك. لا يا ابني انت مخك راح بعيد قوي. انا فين والست دي فين؟ صحيح اللي ما يعرفك يجهلك. عبد العال الحين هذه ثاني مره تقول حكي غريب. يبا اذا تعرف المره وتعرف اهلها قل لي، خلينا نشوف سالفتها ايش موضوعها. يا ابني ده مجرد احساس، ما تاخدش على كلام عمك عبد العال. يلا حسن الختام. سلام. سلام. ما بقدرش اكشف سرك يا ست الستات، حملتيني امانه وانا ان شاء الله قد الامانه. ربنا معاك. هلا هلا بطلال ولدي، شلونك يا ابوك؟ هلا عمي شلونك؟ عساك بخير. ايش هالعطه الطويله بالزمان ما بينت؟ والله عمي لو مو النجاري ضاربه عندي بالعماره كان ما شفتي الى اخر الشهر. المهم بشرني شلونك، شلون صحتك؟ الحمد لله بخير. الا ما قلت لي الصبي وينه؟ الصبي مطرشه عنده شوي شغيل. اغرضك الغريبه اللي انت بيها جاهزه. الا قول لي يا ابوك ام مسعود شو اخبارها؟ ما شفتها ولا؟ وانتو عبد العال ما عندكم حشوه غير ام مسعود؟ ليش انت تعرفها؟ لا والله حشوه يا ولدي انا ما اعرفها، لكن لقيتها عند الباب المحل والظاهر انها تدور على بيت ومضيعتها وما لاقي. انت عيل ليش مهتم وتسال؟ الحقيقه ولدي حسن قال لي يجيب اسمها بالكامل علشان بالشغل هناك بشغله يبي يدور في الكمبيوتر يمكن يلقى اسمها واسم اهلها. ايش دراك يمكن المره منحاشه من اهلها. لا يا معقوله مره فيها العمر هذا تنحاش من اهلها؟ هذه والله اعلم معاها مرض النسيان، المرض هذا اللي يسمونه الزهايمر. والله حتى ما اعرف يسمونه. عرفت شلون يا ولدي؟ الزهايمر هذا، والظاهر انها طالعه تدور على بيتهم وضيعته وللحين ما لقيته. ويمكن منحاشه من اهلها لان عيالها مو طيبين معاها، ولا المرة الحين صار لها أكثر من شهر غايبة عن البيت، ليش ما دوروا عليها؟ ليش ما سألوا؟ كلامك صحيح وعلى متمه، لكن إحنا اشطارنا يا ولدي، خل نساعدها ونكتب من وراها الثواب. تصدق إني أنا ما أعرف اسمها بالكامل، وخذيتها وشغلتها عن طريق مكتبي. يعني تعرف مكانها؟ إيه يوم سألتك عنها لقيتها تدور بالمنطقة، خذيتها وشغلتها عند ناس. شغلتها بدون هوية أو إثبات؟ أقول لك حتى ما أعرف اسمها. زين والناس شلون رضوا يشغلونها عندهم بدون أي إثبات أو هوية؟ بالبركة يا أبو حسن، الظاهر المرة طيبة مثل ما يقول عبد العال. يا ولدي يا ريت تعرف اسمها وتعطيني إياها. حاضر، هذه مسألة سهلة ينقدر عليها. جزاك الله خير يا ولدي. عيال الحين أنا بروح أجيب لك الغريبة والماي اللي بتبر ريجك فيه. عقب ما نشفت ريجي عمي الله يهداك، وينك من زمان؟ أنا شلون ما سألتها عن اسمها؟ فعلا غريبة والله، المرة باقت شيء من بيت الناس وانحاشت. أنا من وين أجيبها؟ خير؟ إيش قلت يا منصور؟ ليش أنت إيش ناقصك علشان تبي تروح تتعلم؟ ما تقول؟ وأنت يوم ما حسبالك أنا بروح أتعلم، ناقصني شيء؟ لا، بس لأني مليت من قعدة البيت اللي أنت مصرة عليها. أنا خايفة عليك، ما بالناس باكر يقولون ولدك. خايفة الناس تعايرك بولدك المعاق؟ ولا المظاهر هي اللي تهمك وبس، واحنا ما صار عندنا حساب عندك. زين انا معاق، لكن اسماء ليش حكرتها بهالبيت؟ لانها ما تبي الناس تدري ان فيني صرع، عشان باكر ما تلقى لي ريل من عيال الحمايه. انت الظاهر عاجبك منظرك وانت طايحه قدام ربعك وانت مزبده. مو مشكله، وقتها بيشيلوني بيودوني الطبيب. انتوا ايش فيكم؟ ايش فيكم انتوا الاثنين؟ تذبحوني بتموتوني قهر؟ وانا اودي وجهي قدام الناس؟ الناس ما عادت تهمنا، حكرتينا بهالبيت على ابنك خايفه علينا، والحقيقه انك مفتشله منه. انت عارفه عدل ان اللي عندي 50% منه حاله نفسيه، هذا كلام الدكتور؟ احنا بنكمل دراستنا، انا اخوها العود مسؤول عنها، توقفين معانا؟ هو انت علينا نص الطريق، ما في داعي تفتشلين منه، هذا بلاء من رب العالمين واحنا راضين فيه. اجل لما بتجمعون قولوا لي خليني اقعد وياكم. ايش فيكم سكتوا؟ ظهر عندكم سر ما تبون تقولوا لي اياه. ايش في ام الصرع هذه بعد؟ احترم نفسك. شو السالفه يمه؟ كنا المرضى والمعاقين قاموا يحكمون بهالبيت. شوف عاد انطم واسكت، ما لي خلق اسمع منك ولا كلمه. الحين البويساء يزعلونك وتحطين حرتك فيني. ارفع عليك بس. فهد اذف عن وجهي ترى ما لي خلقك. ارفع
عليك يمه، انا اللي خلقك، انا فهودي حبيبك، انا اللي خلقك. عفا عليك يمه بس عفا عليك. اللي زعلت قصتك راسه انا. اي قول قول ايش تبي؟ قول هاتني الاخر قول. يمه ابي فلوس. اي قول كذي. ما عندي ولا تدري؟ هات هذيلا تعفي، يلا قوم. بغسل سيارة أنا يما، شنو هذا؟ عاد هذا اللي عندي، عاجبك ولا كيفك؟ لا يما، أنا ربعي ليلى مسوين حفلة وايد كبيرة، وعيب أنا أطلع بهالصورة قدامهم، ما راح يرضيك. ما عندي. يما فهود يما خليني يا. شوف صارت يدك طويلة، جيب البوك. ما راح آخذ وايد، لحظة. كل هالعز ما عندك؟ علم اللي عنده. تدري شلون؟ خلي 30 حقك مال 50 يمكن ينفعونك. تعال تعال يا ولد. اسمي الله على بليزك يا فهد. شلونك يما؟ هلا يما. سويتي؟ ماكو، رحت لمكتب المحامي وعطيتهم الاوراق وعقب يومين بمرهم. الله يوفقك. يما شو اخبار ابويا الحين؟ الدكتور طلب منا نطلعه من المستشفى ونوديه البيت. يقول خلاص قعدته هني ما منها فايده، يروح البيت احسن. يما كل مره نوديه البيت ينتكس اكثر، العنايه الطبيه هني احسن واسرع. من يوم الحادث واحنا ما شفنا يوم، لكن ما نقول الا الحمد لله. المحامي اللي رحت له طلع يعرف ابوي؟ هو في محامي بالديره ما يعرف ابوك؟ اسمه كان لشنه ورنه. واكبر المحاميين ما يقدرون يوقفون قدام ابوك. المحامي نفسه اللي رحت له قال كذي، كان من زمان بينه وبين ابوي قضيه وهو خسرها وابوي فيها، بس الظاهر انه ما كان راضي عن الحكم وقال بانه كان يدور على ابوي وما لقاه. يما تعرفين شيء عن هالموضوع؟ الواحد ما يتذكر شو اللي صار البارحه، تبينه يتذكر سالفه صارت من زمان؟ اكيد ابوي يدري لما يركز زين يقدر يتذكر كل شيء. لما يركز، لكن المسجين هذا تايه، ما تشوفين الا عيونه مبطله وبس. ما ندري عايش ولا ميت، ما ندري الا لما نشوف هالاجهزه هذه تتحرك قدامنا. زين يما انا بروح، تبين مني شيء؟ ديري بالك على نفسك يا يما، وديري بالك من محمد ولد ريلك، ترى هذا شري ويحب المشاكل. ما يخوفني لا هو ولا الف مثله، وحقي باخذه غصبا علي، اذا بغيتي شيء دقي علي. يلا مع السلامه. أنا ما دعمتك صدقيني. عيل شنو هذا؟ ماكو شيء. سيارتي ما قاومت سيارتك. لصقت فيها وحاشيتها شوي. بعدين مو حرام عليك تعصبين على سيارة تقدر هالجمال. مصيبة. مبلدع. إنزين الحين شو نسوي؟ شنو ما راح نسوي؟ تبين نشتري سيارة جديدة نشتري. تبين نأجرها منقدر. تبين نصلح أنت بس آمري. آمري باللي تبينه وأنا حاضر. واي إيش كثر عينك قوية. خلاص ما بشيء. لا والله مو كيفك، غصب راح أصلح سيارتك أنا. وخر زين. خرب كيفك وهو وراك وراك. انا ما اقدر. الله قلت لك خلاص ما بيك تصلح لي السياره. ما هي معقوله. ما هي معقوله شنو؟ انت ايش فيك؟ صاحي ولا مصرقع؟ والله تبين الصج، انا تصرقعت لما شفتك، وما اعتقد اني راح اصحى الا لما اعرف اسمك وعنوانك ورقم تلفونك. بعدك مالت. اسمع يا فهد، ويدلعوني فهودي، وللحين ما دخلت الدنيا، توني يعني عودي طري، بس مستعدة ادخلها على ايدك. اسمعي يا ولد الناس، انا ارملة
وريلي ميت، يعني حياتي مخربطة وما عندي استعداد اني احاكي اي احد. فهمت ولا فهمك طريقتي؟ صدقك؟ لا لا لا، قاعد تشذبين علي. شكلك مو شكل أرملة، شكل واحدة طالعة من الثانوية. لا عاد هذه وايد كبيرة. إذا كبيرة صغرها يا عمري. إيش هالوقاحة؟ أنت من صدقك؟ من حسن حظي إن أنت أرملة. تدري لو أنت متزوجة كان على طول انتحر. روميو لو سمحت لا تلاحقني، لأن عندي مشاكل وايد وماني ناقصة مشاكل، أوكي؟ ما راح أمشي إلا لما ناخذ رقم تلفونك. لو سمحت وخر عني، لأنك إذا ما وخرت عني راح أطلب لك الثلاث سبعات. طلبي تسع سبعات إذا تبين، بس أنا ما راح أمشي إلا لما تأخذي رقم تلفوني. هذا كرتي، إذا كسرت خاطرك دقي علي، ترى أنا مسكين وأكسر الخاطر. دير بالك. هذا المقاول اللي انت بغيتيه. ليش؟ لاقي فلوسي بالشارع عشان اوزعها على القله؟ انت قلتي لي عليه انا سويت، قلت لك اني بناس عاديين ما عندهم محلات. انت اللي ما رضيتي، خفتي ابوك فلوسك. انت ايش سالفتك هالايام؟ خير في شيء؟ ما انت ملاحظ نفسك بدل الكلمه الف تردها علي؟ انا؟ يكون بعلمك ما حد يقدر يبوك فلوسي. مبطلع عيوني عدل عليكم، ومرة ثانية لما بتتكلم معاي تكلم بأدب واحترام. أنا آسف. زين روح هات الناس اللي تعرفهم وخلنا نشوف التكاليف. عمتي الموضوع ما يبي له تكاليف ولا شيء، أنا بجيب الريال يصلح وبحاسبه بيوميته، وأنا اللي راح أشتري الأغراض وأعطيك الفواتير بيدك، وصدقيني بتكلفك نص التكلفة اللي حاط لك إياها المقاول. إيش تبين بعد؟ خلاص روح سوي اللي تبيه والفواتير كلها تيلي. حاضر على أمرك. طلال سالفتك اليوم رايح وراد علينا. أنا مستانس من الروحة والردة. خلص شغل أمك. اللي في بالك شيليه. لا يمكن أفكر في يوم من الأيام إني أزوجك واحد مثل طلال. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحين من كلمها؟ أحد يصوبها؟ أم منصور تسبك؟ الحقيقة خوش طبخة. إيه هذا الأكل الطيب، هذا الأكل الزين. تشم ريحة الطبخة وأنت بالسكة. تسلم إيد الحجية اللي طبخت. أنا وعافية يا عمي. الله يعافيك. حشت. أجود. هذا 20 دينار أعطيها للحجية هدية. يبا لو تعطيها أنت بنفسك أحسن. لا. خلها على راحتها، هي بروحها تستحي. انت ما شفتها شلون حطت لنا الاكل وهي مغطيه نص وجهها؟ لا تحرجونها يا بنيتي، هات شوفه، انت اعطيها 20 دينار وقول لها هذه هديه من ابوي. بصراحه يبا انا مستغربه منها، هاليومين تسرح وايد، تحاكي نفسها، ادش عليها المطبخ القاها قاعد تبكي. اروح اطلع من غير لا تشوفني علشان بس ما احرجها. ليش تستغربين يبا؟ يمكن متضايقه من روحها؟ هي يمكن عمرها ما خدمت في البيوت وحدت الحاجة وخدمت. هي شو اسمها هي؟ فاطمة. أدري اسمها فاطمة، أنت قلتوا لي من زمان. أنا بي اسم أبوها عائلتها. الحقيقة يا عمي ما أعرف اسمها بالكامل. ها مو عندك هويتها؟ الحقيقة يا عمي الكذب خيبة، ما عندها هوية. عجيب، شلون الشغل واحدة ببيتك ما تعرف اسمها ولا عندها هوية؟ جبتها على مسؤولية راعي المكتب. على الأقل أعرف اسمها. ما أدري يا عمي، كل شيء صار بسرعة. وبصراحة أنا كنت أفكر في راحة سارة، ما فكرت بشيء ثاني. بس لازم نعرف اسمها بالكامل. المرة الحين صار لها عندكم حوالي شهر وعرفتوها وشفتوا خدمتها وقايمة بواجبها خير قيام. عاد أنتوا كيفكم، بس المهم أنتوا أخذوها بالسياسة وعرفوا اسمها. إن عجبتكم خلوها عندكم، ما عجبتكم رجعوها المكتب ويجيبوا واحدة ثانية. بس المهم لازم تعرفون اسمها. هالأيام مكتب مسبب الدنيا ما يندر عنها وأنا أبوك.
عسى ما عرفوا شيء عني، عسى سارة بس ما اكتشفت اني انا اخذت الصورة. ايش فيكم؟ نسيتوني؟ وين شايكم؟ تبون اروح البيت اخلي سعيد يسوي لي شاي احسن من شايكم؟ خل اقوم اشوفها، ليش ما سوت الشاي؟ خالتي؟ خرعتيني. ايش فيك ما جبتي الشاي؟ كان جايبته كان. لا خلي انا اخذه. وإذا حاسة إنك تعبانة روح ارتاح شوي، هالأيام ما تنامين عدل. إن شاء الله إن شاء الله. الله يرحمك يا لولو، الله يرحمك يا عبد العزيز ويرحمنا كلنا برحمته. الله يسامحكم، بس انت يا فاضل ماني مسامحتك، تخليت عني بالوقت اللي كنت محتاجة فيه لك. عشر سنة وأنا دورة وحنة بالديرة، وكل من يعرفه من ربعه قالوا لي إنه راح لندن يكمل دراسته العليا، وبعضهم قال لي راح الإمارات عند نسيبه وفتح له مكتب هناك. وليش كنت مصر إنك تشوفه بعد ما نحكم بالقضية لصالحه؟ لأنك كنت عارف المتهم اللي أدافع عنه. المتهم هذا بريء من التهم اللي نسبت له. تدرون ليش؟ لأني أعرفه مثل ما أعرف راحة إيدي. وليش كان المحامي مصر على الإدانة؟ كان في ورث وتركة كبيرة من مال وحلال وعقار، وورث قصر وفي أقارب يسعون من أجل الاستئثار بهالحلال والثروة، وهو يبي يأكد التهمة علشان يخدم اللي يسعون بالاستئثار بالثروة والاستئثار بالوصايا على الورثة القصر. واللي عينوه للقضية هم أهل الأب. الأبو كان متهم بشنو؟ الأبو مات وشبع موت الله يرحمه، لكن التهمة للأم، وأنا متأكد أنها ملفقة، لكن مع الأسف كل الأدلة ضدها. إذا كانت كل الأدلة ضدها والحكم صدر عليها، ليش تدور محامي الخصم؟ كنت أبي يسمع صوت ضميره ويكون أكثر إنسانية. يا عمي القانون قانون، وإذا كانت الأدلة واضحة وصحيحة المجرم لازم ياخذ جزاء. كلامك صحيح، بس ما تكون أدلة ملفقة أو مدبرة. أنا اليوم مر في بالي شريط عن الموضوع كله لما شفت بنت المحامي اللي أدوره، سلمى اللي جتنا المكتب اليوم. بالضبط. إيش ناوي تسوي يبا؟ ما زلت مؤمن ببراءة موكلتي، ولازم أثبت براءتها حتى لو كانت آخر لحظة بحياتي، مع أني ما شفتها من سنين. شلون؟ من 16 سنة وهي بالسجن. وكل هالمدة ما زرتها؟ لأني ما قدرت أواجهها، لأني ما قدرت أحميها. اليوم مرت كذي قدامي، قدام عيوني مثل الشريط في بالي، أشوفها وهي تطالعني بعيونها وهو يسحبونها عقب النطق بالحكم. سامحيني يا فاطمة، ما أقدر أثبت براءتك. سمي جابر المجيد تلعبوها صح، تبقوها المخدرات اللي لقوها بدمك لما سووا التحليل. قلنا المخدرات اللي لقوها بالسيارة أحد حطها لك.
تحكي التحليل الطبي ما يجدد يا فاطمه. يا لا تدري، انا بروحي للعتاره ما ادري شلون. يا لا تدري، حسبي الله ونعم الوكيل فيه وحسبي الله. ما ننسى روحك يا فاطمه، انت تخليت عني ما قدرت تلفت براني. ما ننسى حسبي الله ونعم الوكيل. طلعت من المحكمة ماني شايف قدامي، وأمك كانت تنطرني برا، ما قدرت تشوف صديقة عمرها وهم يجرونها للسجن عقب ما ثبتت عليها التهمة. عذروني يا عيالي، بنت عبد المجيد رجعت لي الصورة كاملة، رجع كل الألم اللي حسيت فيه ذيك اللحظة يمزق قلبي، وتذكرت القصة كلها. وعيالها يبا وين راحوا؟ والله يبا وش أقول لك، أنا الحقيقة ظليت أشوفهم على فترات متباعدة وأتطمن عليهم، بس عقب هذا شتمهم السجن ما قمت أشوفهم ولا أعرف عنهم أي شيء. تدري بعد أبو كان لهيت ويا شغلي ومرض أمك وتربيتك، أنت بروحك روحي. صدقت يا عمي، الدنيا تلاهي مثل ما يقولون. أنا الحقيقة كنت مطمن، أبوهم ترك لهم خير ما شاء الله وما عليهم قاصر، وأكيد هم كبروا. وش تبي توصل له يبا عقب هالعمر بعد ما شفت بنت المحامي؟ أثبت براءة الأم. يمكن ضمير عبد المجيد يصحى وهو بشدة المرض ويقول لي عن الغموض اللي ما قدرت أحله بذاك الوقت. فيكم كني سندت راسكم بالعذرة ها؟ على كل حال ما تعرفون قيمة الصداقة اللي لما تمرون بالحالة اللي أنا مريت فيها. يا ريبا شوفتن دائما إن شاء الله. جودك لا لا استريح تلي على رأي خلاص يبا، أنا ماني غريب. يلا أول مرة بحياتي أشوف أبوي متضايق كثير. كأنهم عنوانهم ذيك الفترة. وين راح عبد المجيد؟ ليش اختفى هو بعد؟ شيء يحير مع اني عارف الإجابة. حبيبتي يا خالتي. حبيبتي
الذين اتقوا والذين هم محسنون. نامت؟ اي نامت عقب ما عطيتها حبة مسكن. انت ايش حقها متضايقة؟ متضايقة على هالمرأة المسكينة، عندها سر كبير، تقط خيط وخيط، وكل ما احاول امسك هالخيط تقطني بحر، وتجاوبك على شيء ما يخطر على بالك بالمرة. وللحين مصرة ما تقول اسمها؟ ما حاولت اسألها. تصدق يا يعقوب، انا صرت متعاطفة معاها وايد لدرجة اني ما بأي حد يعرف سرها. معناه منها يأكد انه كان عندها عيال؟ بتقول لك حلم وما تقدر تثبت وقائع على حلم. اللي تكلمني الحين سارة المحامية؟ انا فعلا عندي فضول محامية، بس مين المحامية اللي تبحث عن دليل وقائع؟ لا، المحامية الانسانة اللي شايفة قدامها مظلوم وتبي تدافع عنه. بتصيرين بعد مثل عمي فاضل؟ القانون قانون ما يعترف بالاحاسيس، القانون يبي أدلة، يبي براهين. بعدين أنت اشتراج إنها وراها سر أو مظلومة، مو جايز تكون خرفت وتقط خيط وخيط وما تعرف ايش صاير في الدنيا وعقلها يودي ويجي. جايز، كل شي جايز. على وقتك يا منصور. أنت بعد أنت تدقين يا حلوة. أنا أدري إنك قاعد طالعين ورا الدريشة يا باربي، بس هذا انا ما راح اتحرك الا لما تدقي. يا رب شد عله. ما مل من مجابه للبيت من الصبح. لو محمد الحين قاعد يراقبني ايش بيسوي؟ اكيد بيسوي لي مصيبه. هربان عليك الأمان، أخيراً حنقلبك علي. أنا ما حنقلبي ولا شيء، لكن عندي مشاكل وما بيها تزيد، فتكفى خلني بحالي وروح. الحين أروح البيت وأنا مرتاح ومطمن. عنوان بيتكم وصار عندي، ورقم تلفونك وهم عندي. صدقين عاد أول مرة راح أروح وأنا مرتاح. ما هي معقولة لهالدرجة تعلقت فيني؟ ترى كلها دعمة. الدعمة هذه هي اللي بتصلح كل حياتي. بعدين الحب وش محتاج؟ مو محتاج شيء، محتاج أي شيء يخليه يشب في القلب ويرد يشتعل مرة ثانية. هوب، لحظة واحدة يشب نار، وساعتها عاد تعالي طفيني. مصيبة، دمك خفيف. وعديني إن أنا أشوفك. أوعدك، بس تكفى روح الحين. خلاص إذا وصلت البيت كلمني، الرقم صار عندك.